السلام عليكم، صباح الفل. عاملين ايه؟ معاكم اخوكم احمد كمال. ده فيديو سوق الجمعة بتاع الجراوي. مستويات زي الفل، اسعار ممتازة جدا، حاجات قد تكون مش موجودة في حتة تانية. في البداية ودي اهم حاجة، هنصلي على النبي ويقول عليه افضل الصلاة والسلام. مش محتاج منك لايك ولا شير ولا كومنت ولا ان انت تشترك في القناة ولا الكلام ده خالص. انت بس، ولا حتى ان انت تكتبها في كومنت ان الصلاة على النبي، كفاية حتى ان انت تذكرها على لسانك من قلبك بنية صادقة وكفى. المهم، في البداية بس عايز انوه لنقطة مهمة جدا جدا جدا، لان في موقف حصل في سوق الجمعة. الجمعة دي ما يسرش اي حد. ايه الموقف اللي حصل؟ الموقف اللي حصل ان في راجل محترم نازل ببناته وبنتين علشان يشتروا جرو صغير، علشان البنات محتاجين حاجة في البيت تسليهم. فإذ بشاب برشامجي، او نقدر نقول عليه يعني حد بيشرب برشام، فهنا ما تلاقيش تحرش بيهم يعني. والراجل طبعا لما شاف الموقف، يعني الولد عمل حاجة مش كويسة، حاجة عيب. فالراجل طبعا انتفاضا لعرضه قام ومسك، هو راجل كبير بس مسك الشاب ده، مسكه وضربه، لان هو الحموة بتاعت انت عارف انت اللي هو ايه عرضك. فالراجل دخل فيه مسكه وضربه. فالولد الصايع ده بينادي ناس صيع زيه من السوق علشان يجوا يضربوا الراجل ده. انت متخيل البرشام ودي لمنطقة ايه؟ منطقة اللانهائية من الفساد واللاوعي. فخلي بالكم يا جماعة، اللي عنده بنت او مثلا زوجته، او انت مش مضطر تعدي من السوق، سواء سوق حمام او سوق كلاب. انت ده مكان زحمة جدا مليء بالاوبئة، ما ينفعش تمر فيه انت وبنتك، او ما ينفعش تمر فيه انت وزوجتك. ولو عايز تشتري حاجة زي كده وعايز تاخد رأيهم، مفيش مانع ان انت تنزل لوحدك انت كراجل وتصور الحاجة وتبعتها لهم واتساب وهم معاك اونلاين، وتقول لهم يا جماعة ايه رأيكم اشتري ده ولا لا، او تصور لهم فيديو مثلا 10 ثواني وتبعته على الواتساب، يبقوا معاك يشوفوا الحاجة بدل ما تاخدهم معاك. ده اقتراح مني تفاديا لان انت تاخدهم معاك عشان يتفرجوا على الحاجة اللي هيشتروها، فيحصل موقف مش كويس، خصوصا ان السوق يعني مليان الحلو والوحش. بس الوحش هو مش كتير بس موجود، والوحش دايما بيعمل حاجات مش كويسة. المهم عشان ما اطولش عليك، انا اسف يعني لو طولت، يلا بينا نخش السوق ونتفرج ونشوف الجراوي اللي معانا. يلا بينا. بص دول، قص ده ولد ودي بنت. قص بيكن كام دول؟ 3 شهور. عندهم 3 شهور، يفترض ان هما السن مساخة. بس بص، وش غوريلات، الوان كريمي، حاجة فلافي كده. بس البنوتة برضو أمورة يعني. اللهم صل على النبي، اللهم بارك. طلع الجروب كام؟ ايه؟ ده الولد ب 2000 جنيه، والنتاية دي ب 1800 جنيه. حاجة اللهم بارك يعني. بص مفيش بوس خالص، شعراية، اللهم صل على النبي، عشان بس تبقى عارف ده البيكن. 2000 جنيه مش ياما، وهنا 1800 كويس برضه، النتايج شكلها حلو. بس الولد شديد يعني. انت اخر كام صورة كانوا حلوين؟ اخر كام صورة؟ اديني رقم تليفونك. انت مطعم حاجة ولا لسه؟ لسه؟ طب رقمك كام؟ 012 012 2 2 58 58 92 92 097 097. روح، اللهم صل على النبي.
شاء الله. ذكر ومنتهي 4000 جنيه القص. هاليوم عندك؟ هاليوم عندك؟ وقف الجرو كده، بص على الظهر. متطعمين حاجة ولا لسه على الله؟ مش متطعمين. طب هات رقم تليفون. رقم تليفونك كام؟ 012 023 65 88. ده جرو جريفون. ولد بكام؟ 500. هي دي امه ولا ايه؟ ده ذكر. امال ماله؟ ماله عايز ايه؟ طب عايز يلعب. حلو، دمه خفيف. 500 جنيه. جرو ده وفي جرو تاني. في اخواته؟ في بنات اهم حاجه؟ في بنات عندك وفي بنات. ماشي. طب هات الرقم. 012 96 322 62. لا عايز حاجه يكلمك فيها. اخوه واخد واحد، واخد اخوه باربعه. يا عم ربنا يبارك. ده ولد؟ هو ولد. شكرا. هاسكي ب 3500. والله بصور الكلب. هات الكلب. هات الكلمة تخاف. ماشي ماشي معاهم. دبدوب ما شاء الله. هات رقمك يا ريس. 0152 9494 549 ذكر اهو. بص النتايه دي ب 100 جنيه 100. والله ما فيهاش حاجه، صحتها كويسه. دي ب 100 جنيه ودي ب 200 جنيه جولدن. اسمها دي جولدن ب 200 جنيه ودي جريفون فوكس بلاك ب 100 جنيه. اديله النتايه الصغيره برضك يا عم. 1500. هات رقمك. على ايه دي؟ بكام؟ 1000. ب 1000 جنيه؟ لا ابعت لك صوره ليها بقى على الواتس. هات رقمك بس. رقمك قوله. 012 0 77 36 232. اشرف نزل يبيع كلاب جيرمان. بكام الجرو ده يا معلم؟ بنوته بكام يا باشا؟ 500 جنيه. ماشي. هات الرقم. 10 012 5681. طيب ماشي. معلم اشرف صاحب شركه دوجز انترناشونال. ده احلى جرو في سوق جمعه النهارده. احلى جرو. ده ابن مين الكلب ده؟ ابن اوسكار. ابن اوسكار صح؟ هو بتاع سليمان. اه الكلب ده حاجه. والله ما ابوه عمل له مهرجان. ايوه عمل له مهرجان. ابن اوسكار بتاع كرموز. كلب متصيط يعني، كلب معروف. اللهم صل على النبي. ابتدى يبان، خلي بالك ابتدى حلاوته تبان عليه ان شاء الله. اللهم بارك.
هات الرقم بكام؟ بتلاتة هو بيطلعه. 012 012 70 90 90 33 90 كلب اهو ده خلاص على ايه؟ مفيش حد بيسوق كله ما عارفش الجرو ما انا عارف الجرو ده عشان عارف ابوه مبهدلك صلى الله على النبي. شدوا كده شدوا لا البولي تقيل شويه بكام هو؟ قلت لي 2000 ونص من طعم حاجة ولا لسه؟ طعم لغاية السومان واخد لحد السومان هات الرقم يا عمر 012 81 52 03 43 حاجة ما شاء الله اللهم صل على النبي خد الله بس ده جاي دي والدتي بتبيع النتاية بكام؟ عدد السبب 500 جنيه وكبار 1000 جنيه ب 1000 جنيه طب اديني رقم 012 0 77 39 359 650 سيبك من ده خليك في الجيرمان بس خلاص بكام ده؟ بألف جنيه بألف جنيه النتاية دي والعسل ده بكام؟ العسل ده ب700 جنيه ولد ولد اطلع شغال يا ادم هات رقم 012 012 8 8 3 8 3 8 70 70 7 70 70 7 بس دي جرويه بنوته جيرمان في ولد عنده في البيت الاهالي عندك اهم حاجه الاهالي موجوده زي ما انا عارف ربنا يسهل لك الحال فيها يا رب عندها قد ايه كده 65 يوم ما شاء الله حلو طب ممكن رقمك هيديلك قول بصش على اي حاجه دلوقتي احنا بنتكلم في 65 يوم 0 كام 012 70 70 88 41 86 في ولاد اخواتي ولد وبنت عندي تاني ولد وبنت كمان ماشي ما شاء الله كويس هوريك صورة الاب لو عايز تشوف صورته وريني صورته وريني فارس بعد اذنك صورته يا ما شاء الله حاج ما شاء الله يعني ده فرق بيتي تعمل كام على فضل بقى ده الاب يا رب تكون الصوره واضحه
دول بكنيز دول صح؟ بكنيز ولدين. ولدين؟ ولدين. أهليهم عندك؟ موجودين الأهالي. طب هات الرقم. 012 012 8 8 2 3 1 8 4 7 9 7 9 هات واحد أشوف حجم بس قد كف ايدي. ده يعتبر مش اسود، ده يعني يعتبر يتقال عليه تري كولر او اللي هو بلاك اند تان حاجه زي كده، يعني تحسه ايه ميني جيرمان. ده حلو برضه امور. ده معكش بنات؟ لا ولا كلها للاسف كانت ولاد. اه للاسف. اتفضل يا باشا. بنوته جريفون بكام؟ ب400. حلو والله. متطعمه حاجه ولا لسه؟ واحده جرعه. واحده جرعه ثنائي ميدان وحشرات يعني. هات رقم. رقمك كام؟ 010 010 90 30 81 31 انت بت عندها دي 3 شهور؟ شهرين و25 يوم، يعني 3 شهور الا 5 ايام. عامل كام ده صاحبي؟ جريفون بيكن. لا 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 ايه ده بطل. وده جريفون عادي. جرو الجولدن بكام؟ ولد ولا بنت؟ ما تيجي نشوف. بنوتة بكام الست هنا؟ بألف ومئتين جنيه. والحاجات الصغيرة العسل دي بألف جنيه الحتة، وده بألف ومئتين. ده ب 1000 جنيه ده ولد؟ هات الرقم يا صديقي. 012 2 0 4 2 9 4 2 4. بص هو عنده برضو ايه تتاكيت حاجة زهر حاجة متارية شكاعة بالنار قطش حمام. حاجة تتبسها ده هومر. اللي انت عايزه هتلاقيه. في نهاية الفيديو مش هننسى ان احنا نصلي على النبي للمرة التانية، قول عليه افضل الصلاة والسلام، وحرك شفايفك من قلبك كده قول عليه افضل الصلاة والسلام. اللي عايز اي حاجة من خلال رقم الواتساب اللي انا برد عليه متأخر بسبب التأخير بسبب الشغل الاوفر اللي عندي، اللود شوية اوفر يعني. 011-415-799-33 ده رقم الواتساب بتاعي. لو انت حابب تشرفني في مكالمة تليفونية معاك من 6:30 مساء لحد الساعة 7:30 ان شاء الله. صباحك فل والسلام عليكم.